شكرا سيد الرئيس. في الحقيقة السيد نائب المحترم، هذا السؤال هو عنده علاقة مع سؤال اللي وضعه الفريق الاشتراكي المحترم. فتكميلا على ما جاء في السؤال الأول، تكلمت على الاستثمار ديال 87 مليار ديال الدرهم اللي غادي يستثمرها المكتب الوطني للسكك الحديدية، أولا للخط ديال القطار فائق السرعة، وكذلك لتحسين الجودة ديال الخطوط المتواجدة. وباش نعرفوا واحد الحاجة مهمة، هو غادي يكون واحد البرنامج ديال بناء مصنع لبناء العربات اللي غادي تمولوا بها المكتب السكك، المكتب الوطني للسكك الحديديه، ومن خلالها كذلك تصدير لدول أفريقيا. لذلك السؤال ديالكم، رغم انه تكلم على منطقه الحسيمه، بغيت نبشركم بانه منطقه الحسيمه سوف تربط مع تازا بحافله سوبراتور السنه المقبله ان شاء الله، لما غادي تفتتح المحطه السككيه ديال القطار في مدينه تازا. شكرا.